عاد أهالي المنصورية عين نجم يتحركون على خط التوتر العالي، فبعدما علموا أن موضوع استكمال مد خطوط التوتر العالي نوقش في جلسة مجلس الوزراء، نظموا تحركا صباح الأحد بعد القداس ونفضوا الغبار عن يافطاتهم وعادوا ورفعوها، مجددين رفضهم لما اعتبروه قرار تهجير قسري لسكان المنطقة، رافضين قرار شراء الشقق والمنازل. المشكلة إنه الإنتاج ضعيف، يعني عم بيزيد الطلب والإنتاج بعده مثل ما هو. بدي أسأل وين هو مشروع 700 ميجاوات؟ شو نفذوا منه؟ أخذوا 1,250,000,000 لحتى يعملوا 700 ميجا، وجابوا البواخر وجابوا كل شيء، والتقنين عم بيزيد. كيف بكون خط المنصورية هو المسؤول؟ ما هو ما في إنتاج، من وين بدهم يجيبوا كهرباء ليمرقوها؟ وأصلاً نحنا ما رح نقبل ابدا الا ما ينطمر تحت الارض هذا التوتر العالي. وبقولوا كمان انه قصه الشبكه مشان ثبات الشبكه، اخر همنا هلا ثبات الشبكه، اعطونا كهرباء قبل بس بتفوتوها على فوق راسنا، هذا شيء مش معقول. بدهم يصدروا لنا بيوتنا، نحن ما رح نقبل يصدروا لنا بيوتنا ولا بدنا نبيع بيوتنا. نحن بنقول لهم مثل ما عم تمرقوها بغير مناطق تحت الارض، تفضلوا مرقوها عنا تحت الارض. ما معقول يضلوا يكفين معنا بهالطريقه، لانه نحن ما رح نوقف ولا رح نضل ساكتين. الكهرباء فوق بيوتنا ضرر لنا ولاولادنا، ما ممكن نستمر فيها ونحن على تصعيد دائم سلمي واهلي. انها وقفه تحضيريه، والاهالي اكدوا انهم سيتصدوا لاي محاوله استكمال الوصله هوائيا مهما كان الثمن، وانهم سيصاعدون تحركاتهم على الارض الى حين تراجع الحكومه عن قرارها.